ألف دنيا، أي شاب أو أي مهندس كبير تأخر عنه أي شيء كان، فإحنا بنستقبله فوق رسمي من فوق. في حاطين صفحة موجودة اسمها لجنة المساندة القانونية، تقدر أي واحد فيكم يدخل فيها ويملأ فورم، وفورا هنستدعيه برقم تليفونه ونقعد معاه ونحل له مشكلته. المشكلة أيا كانت المشكلة ديت هنساعده بإذن رب العالمين. المشكلة ديت سواء كان مهندسين الصغيرين اللي ممكن يفصل تعسفيا، أو ممكن ينقل تعسفيا، أو ممكن حقه ما ياخدوش كل أول شهر زي كل زي المشاكل اللي عندنا. إحنا حلينا مشاكل كتيرة جدا، وهذه اللجنة إحنا بقى لنا سنة شغالين فيها، وما شاء الله الله أكبر أكثر من 100 واحد حقوقه كانت ضايعة. يعني أحد المشاكل كان عندنا 30 مهندس بيشتغلوا عند مكتب استشاري، وهذا المكتب لم يعطيهم أجرهم لمدة السنة اللي فاتت تقريبا. استطاعنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبدون ذكر أسماء إن إحنا نجيب لهم، في مجرد إن إحنا وقفنا له الترخيص بتاعه في محافظة المال، فقدرنا نجيب لهم 50% فورا لل 30 مهندس، مع إنه كان بيقول أنا ما معيش أديهم مرتباتهم. الحمد لله ضغطنا عليه وقفنا التجديد في النقابه، فورا دفع 50% ووعد انه خلال شهور بسيطه هيدفع بقيه ال 50%. فانا بعرض عليكم كلكم اللجنه، اي واحد عنده مشكله فوق راسنا من فوق، ويشرفنا ان احنا نحلها ان شاء الله. وشكرا جزيلا. شكرا يا دكتور.